الحصاد من قناة الفلوج. طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام في حصاد الفلوج، يقراه عليكم عبد الرحمن النجار وسؤدى طارق. اهلا بكم، نبدا هذه النشره باهم ما فيها. بدايه تعايش وسلام، مراجعه العفو العام تبشر الاف الابرياء، والبرلمان يترقب تعديلات الحكومه. فراغ مالي وإداري وتعثر في التعليمات، طعون الموازنة تربك مؤسسات الدولة وتطبيقها مجهول الموعد. واشنطن تعفي العراق من العقوبات الإيرانية لسداد تكلفة الكهرباء، وبغداد تؤكد لم نتلقى بلاغ رسمية. من تشرين إلى شباط، المفوضية تقترح موعدا جديدا لانتخابات كردستان والسبب مجالس المحافظات. في ديالى عمالة الأطفال تسجل أرقاما مخيفة، 5000 طفل في سوق العمل بحثا عن لقمة العيش. من جديد مرحبا بكم، والبداية إنسانيا، إذ وجه مجلس الوزراء بإجراء مراجعة قانونية لمشروع قانون العفو العام بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية لتشمل كل من ثبت عمله في التنظيمات الإرهابية أو جند عناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية. إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية لتشمل كل من ثبت بأنه عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية. وكان رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر قد أشار إلى أن قانون العفو العام سيشهد تعديلات جوهرية ستؤدي بالنتيجة إلى إنصاف آلاف الأبرياء وإخراجهم من السجون. الاتفاق السياسي، الورقة السياسية، هو تعديل قانون العفو، وبالتالي احنا راح يعني نركز على نقطتين. النقطة الأولى والمهمة هي تعريف الانتماء، وهذه النقطة مهمة جدا لحقيقة رفع الظلم والحيف عن الآلاف من الناس اللي وجدوا أنفسهم أسرى تحت تنظيم داعش الإرهابي. والنقطة الثانية هي إعادة التحقيق، لأنه خصوصا في الفترة قبل 2016 أخذت كثير أو أغلبية الاعترافات بقانون سيء الصيت المخبر السري أو بالإكراه والتعذيب، وهذا مؤشر عند الجميع. وبالتالي اليوم رفع المظالم عن الشعب العراقي هو طلب لكل العراقيين، مو بس القادة السياسيين، ضحايا الإرهاب. مناطقنا أكثر مناطق تأذت من الإرهاب، وبالتالي لا نريد إخراج الإرهابيين، نحن نريد الإخراج الأبرياء، العفو عن الأبرياء اللي ظلموا بجريرة الإرهابيين فقط. وبعد توجيه مجلس الوزراء بإجراء مراجعة قانونية لمشروع قانون العفو العام، يبدو أن القانون أصبح أقرب للتمرير من أي وقت مضى تحت قبة البرلمان، بعد أن دفع تحالف السيادة بذلك الاتجاه ضمن الدورة النيابية الحالية. قانون العفو العام أقرب من أي وقت مضى ليرى النور بعد أشهر طويلة من المفاوضات والضغوط التي مارسها تحالف السيادة. اليوم آلاف الأبرياء الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري وانتزاع الاعترافات بالقوة ينتظرون قانون خلاصهم من الظلم.
قريبا يعني سنمضي بالتصويت على قانون العفو العام بعد ما يجي الحكومه. حقيقه موعد ما موجود، لكنه يعني الكلام صار عليه كثير جدا، عمل ايضا موجود عليه، عدت ورقه يعني القانون بشكل كامل، النقاط الخلافيه يعني تم ازالتها واتفاق عليها، مجرد ننتظر هذا القانون ياتينا من الحكومه حتى نشرع بالقراءه الاولى والثانيه والتصويت عليه. داخل البيت التشريعي تعلم الكتل النيابيه حجم المعاناه والظلم الذي يتعرض له السجناء الابرياء في العراق، حيث يعتزم النواب تمرير القانون في أقرب وقت ممكن لإنصاف هؤلاء السجناء الذين تتفاقم أوضاع ذويهم يوما بعد آخر. جميع الكتل السياسية قلوبهم إيدهم على قلوبهم، ونعرف أحوال السجون الحالية في العراق، وعلى لسان وزارة العدل عندما استضافنا في اللجنة القانونية قال بأنه الأوضاع يعني سيئة، وهناك أعداد كثيرة تجاوزت 63,000 سجين في سجون العراقية، مكان ما عندهم، البناية تكفي لخمسة آلاف فيها 9,000 سجين، فلهذا لابد أن نشرع قانون العفو العام. ويؤكد متخصصون أن القانون سيكون مهيئا للتشريع بعد تجاوز العقبات القانونية والسياسية، إذ سينعكس إقرار القانون بشكل إيجابي على التفاهمات بين القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة لتشريع قوانين مهمة تخدم العراقيين جميعا وتحقق استقرار كاملا للبلاد، فضلا عن نهضة عمرانية واقتصادية. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. نبقى في ملف قانون العفو العام، حيث تعلق عائلات المعتقلين الأبرياء آمالها على ممثليهم في البرلمان للإسراع في إقرار القانون. العفو العام عن الأبرياء يلوح في الأفق ويعيد الأمل لعائلات المعتقلين، كلما سمعوا عنه همسا ازدادوا أملا. بركات الله يستنسون باب فرج. ذوي المغيبين يثنون على جهود الحكومة الرامية لإقرار قانون العفو العام الذي طال انتظاره 10 سنوات وأكثر، وأبنائهم يقبعون بظلم المخبر السري وغيره، وعائلاتهم تخاطب ممثليها في البرلمان بالضغط لتمرير القانون. احنا من انتخبناهم النواب على مود ينصرون المظلوم، فرحت بس انا صار كم سنة من 2016 اسمع بالعفو ولليوم ما تنفذ، بلكت الله يا ربي السنة ينفذوه ويحنون علينا ويحنون على المظلومين. قانون العفو مسمعنا انه مجلس الوزراء راسل المجلس النواب، صراحة يعني فرحنا وكيفنا وتوسمنا خير بمجلس النواب، وإن شاء الله أنه تتم الموافقة عليه، لأنه إحنا صراحة ما عدنا بس أمل أنه العفو العام ينصف المظلومين اللي موجودين بالسجن. مختصون في مجال حقوق الإنسان يطمحون لأن يكون هذا القانون ذا جنبة مجتمعية أكثر مما تكون سياسية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات حقوق الإنسان، وأن يكون هنالك تواصل بين اللجنة القانونية في مجلس النواب ومجلس الوزراء لتجنب العراقيل التي قد تؤخر إقرار القانون. حقيقة احنا نطمح بأن يخرج قانون عفو عام ذو جنبة مجتمعية أكثر من ما هو ذو جنبة سياسية، ونتمنى أيضا مشاركة أوسع للمجتمع المدني، للمنظمات حقوق الإنسان، والاطلاع على الأقل على نسخة المسودة اللي تم صياغتها في رئاسة مجلس الوزراء، وأيضا نتمنى بأنه يكون هناك تواصل وعمل بين اللجنة القانونية بالبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء. وتأمل عائلات المعتقلين أن تكون الإجراءات هذه المرة حقيقية لا مجرد كلام تغيب عنه الأفعال، فلم يبقى من اتفاقات تشكيل الحكومة سوى الإفراج عن الأبرياء الذين يقبعون خلف القضبان وإنصافهم بالعفو العام. من صلاح الدين بركة العان، قناة الفلوجة. أما الآن ينضم إلينا رئيس رابطة المحللين السياسيين الأستاذ هادي جلو مرعي. أهلا بكم أستاذ هادي. أستاذ هادي، تتم حقيقة المراجعة القانونية لمشروع قانون العفو العام بتوجيه من مجلس الوزراء،
هل تتوقعون بأن مشروع القانون سيكون منصفا للمعتقلين الأبرياء وذويهم؟ شكرا سؤدد. أعتقد ويعتقد كثيرون حول العالم ووفقا لتجارب مرت بها بلدان عديدة في القارات الخمس، في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في آسيا، في كل مكان من هذا العالم شهد حروب ونزاعات ومر بمشاكل سياسية، أن العفو العام هو واحد من أهم التجارب التي أعادت تأهيل الدول ونشرت مفاهيم السلم الأهلي والتسامح، باعتبار أنها تعيد الفرصة مجددا لممارسة حياة طبيعية وتأهيل الفرد الذي كانت لديه آراء سياسية أو توجهات فكرية أو عقائدية أو ربما انخرط في بعض السلوكيات التي تخالف القانون. طبعا هذا بعيد عن قضايا التطرف العنيف وقتل الأبرياء مثلا والتفجيرات الإرهابية، هذا موضوع آخر يرفضه الجميع بغض النظر عن مذهبهم، عن توجهاتهم السياسية العقائدية القومية، لأن العنف المتشدد والعنف الذي يؤدي إلى إيذاء الأبرياء مرفوض تماما، وعلى أي فرد يقوم بذلك أن يدفع الثمن. لكن العفو العام في العراق في الواقع أصبح ضرورة. لماذا؟ بعد التطورات الأخيرة والتفاهمات الكبيرة التي حصلت بين بغداد وأربيل والقوى الفاعلة في المشهد السياسي، سواء كانت قوى تحت المسمى الشيعي أو المسمى السني أو المسمى الكردي، وهو في إطار الخيمة العراقية وأفضى إلى تشكيل حكومة بكل المقاييس هي مختلفة عن الحكومات السابقة وتحقق مكاسب جيدة على الأرض وتوفر عناصر ثقة مضاعفة يعني للقوى السياسية الأخرى. ما شهدناه أيضا من دعم من قبل القوى السنية، من قبل القوى الكردية، من قبل قوى الإطار التنسيقي لهذه الحكومة يؤشر أنها عازمة بالفعل على تمرير قانون العفو العام وتشكيل لجنة مختصة في الدائرة القانونية لمراجعة التعديلات الأساسية التي تؤهل هذا القانون لكي يكون ضمن قائمة القوانين التي يجري التصويت عليها ومناقشتها في البرلمان. يعني أستاذ هادي، يعني القوى نفسها التي أشرت إليها المشاركة في العملية السياسية يعني تدفع باتجاه إعادة المحاكمة، هل تعتقد بأن ذلك ممكن؟ يعني إعادة المحاكمات، يعني خاصة أن الجهات الرسمية لا تنكر أذى المخبر السري سيء الصيت. طبعا إعادة المحاكمات ضرورية. بالمناسبة إعادة المحاكمات انتهجها السيد السوداني في بدء مرحلته الرئاسية للحكومة في قضايا من بينها قضايا تتعلق بالفساد، عندما جرى الحديث عن مزاعم تعذيب ثبت بعد ذلك أنها بالفعل حصلت في سجون عراقية، وجرى تشكيل لجان وإعادة محاكمات وإعادة تحقيق حتى بالنسبة للمتهمين الذين أفرج عن بعضهم وكانوا ضحايا لجنة أبو رغيف التي شكلت في عهد حكومة الكاظمي وأفرج عنهم. إذن القضية فيها تجربة، وبالتالي إعادة المحاكمات وقبل ذلك التحقيق، أنا أعتقد أنه من المهم إعادة التحقيق في الموضوع لأنه هنالك ملابسات، هنالك اشتباه، ليس كل الذين في السجون متهمون ومجرمون، وكما يقال في المثل العامي يعني ياما في السجن مظاليم وأبرياء، وهنالك الكثير من العائلات، عدا عن أنه لكي نكون واضحين أيضا وأرجو أن نغادر الفكرة الطائفية إذا أراد أو عفوا قد يتصور المشاهد أننا نتحدث بنبرة طائفية وأننا نقصد المعتقلين السنة مثلا في السجون، لا، هنالك معتقلون شيعة كثر أيضا في السجون لأسباب عديدة ارتبطت أيضا بمراحل من الصراع السياسي والعنف و مشاكل اعترت عمل الحكومات العراقية المتعاقبة، حتى في الحوادث، حتى في بعض الحوادث الجنائية أستاذ هادي، والشيء بالشيء يذكر، حتى فيما يتعلق ببعض الحوادث الجنائية يتم انتزاع الاعترافات باستخدام التعذيب. الأمر أيضا يعني لا يقف على إعادة المحاكمة أو إعادة التحقيق، أيضا يعني تطالب القوى التي تدفع باتجاه تشريع قانون العفو العام بضرورة التعويض أو جبر الضرر كما يصح تسميته. وما المشكلة في ذلك؟ يعني إذا كانت الأمور تذهب بهذا الاتجاه ونحن نريد بناء دولة جديدة، استطعنا والحمد لله بتوافق شعبي وجماهيري وحكومي ورسمي وقوى سياسية فاعلة من قوميات ومذاهب متعددة من دحر أشكال العنف والتطرف و
وبالتالي لدينا فرصة لننشر مفاهيم التسامح والمحبة والتصالح والشروع بدولة جديدة تتيح الفرصة لمواطنيها جميعا وتعيد تأهيل الذين انخلطوا في بعض السلوكيات أو الذين كانوا عرضة لاتهامات قد تكون غير حقيقية. هؤلاء يمكن أيضا تعويضهم. ما المشكلة في ذلك؟ عندما توفر فرصة حياة جديدة. نحن نتحدث عن الاقتصاد ونقول أن سبب المشاكل في بعض البلدان كالتسول، كالسرقة، كالقتل، العمد، كالتجاوز على المال العام والفساد، سببه عدم توفر فرص متوازنة، عدم توزيع، عدم وجود توزيع عادل للثروة. وهؤلاء الذين في السجون عندما يثبت براءتهم ويخرجون إلى العلن، أنا برأيي على الحكومة وعلى القوى السياسية، حتى القوى السياسية التي تمثل أطياف من الجماهير المطالبة بالعفو العام، أن تعمل وبقوة على توفير ضمانات العمل والعيش الكريم وتوفير أيضا تعويضات. لا بأس في التعويضات، نحن أيضا البريء هو كالشهيد. يعني إذا كان يعني كنت أنا الآن مسجون وأنا بريء وأنا أعلم أني بريء، ثم جرى إعادة تحقيق ومحاكمة لي وظهر أني بريء بالفعل، طيب أنا لي الحق في التعويض، مثل ما أن للشهيد الحق في التعويض، مثل ما أن للجريح الحق في التعويض، أيضا للمواطن البريء بغض النظر عن انتمائه القومي والطائفي. نعم. عندما يكون متهما بجريمة ثم يثبت أنه بريء منها، من الواجب الشرعي والأخلاقي والإنساني أن يعوض، أن يعوض لا لكي يكون تاجرا ومترفا وغنيا ويمارس اللهو واللعب، لا، لكي يستطيع توفير فرص عيش كريم لأسرته، لأطفاله، لأهله، لوالدته، لوالده، لنفسه، ويحصل على عناصر كرامة جديدة تجعله قادرا على أن ينخرط في الحياة الطبيعية وأن يمارس في نشر السلم الأهلي. نحن الآن دولة مختلفة، يمر في البرلمان أم لا أستاذ هادي؟ قبل سنوات الأمر مختلف الآن من الاتفاق السياسي، يمر في البرلمان أم لا، خاصة أنه جزء من الاتفاق السياسي الذي أفضى لتشكيل الحكومة. أنا يعني أنا أعتقد سعود أن الموضوع مرتبط بالفعل بالاتفاق السياسي، بمعنى أنه ليس مرتبط بالاتفاق السياسي أن مثلا كتلة السيادة أو الخنجر يضغط لاعتبارات مرتبطة بمصلحة أو مرتبطة بتوافق سياسي فقط، لا، الموضوع مرتبط برؤية طبيعية للدولة العراقية، كيف يمكن أن تكون إيجابية هذه الدولة تجاه مواطنيها في الفترة المقبلة. بمعنى آخر أنه هذه الفكرة الإيجابية متوفرة داخل قوى الإطار التنسيقي، داخل قوى السنة جميعها، ليس فقط داخل محور السيادة، وليس فقط عند القوى الكردية أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، باعتبار أن الدولة هي دولة شراكة وأن هذه كل هذه القوى كلها منخرطة في الحكومة وفي البرلمان وفي النظام السياسي، وبالتالي عليها أن تملك عنصرا إيجابيا ونظرة إيجابية لموضوع قانون العفو العام. وإذا كان السيادة والخنجر يعملان بقوة ويضغطان من أجل تمرير هذا المشروع فهذا جيد، لأنه يحتاج في كثير من القوانين، في كثير من التشريعات، أن تتوفر قوة ضامنة لساهرة على هذا القانون تعاضدها القوى الأخرى. لذلك أنا أقول لك أنه كل القوى في الإطار التنسيقي وفي باقي القوى السياسية تريد لهذا القانون أن يمرر، ولكن هنالك اعتراضات. بمعنى آخر أنه ليست القوى السياسية في الإطار التنسيقي رافضة لهذا القانون، ولكن لديها اعتراضات، وهذه الاعتراضات ستلبيها الحكومة من خلال إجراء بعض التعديلات. هذه التعديلات قد تكون مقنعة للإطار التنسيقي أو الرافضين ومرضية للمؤيدين، وبالتالي يخرج الجميع رابحا، والدولة العراقية هي التي ستربح في القانون بإقرار قانون العفو العام. هذا من أمره رئيس المحللين السياسيين الأستاذ هادي جلو مرعي، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا. الأخبار مستمرة. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء مضايقات سياسية يتعرض لها بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس ساكو، مناشدة إياه للعودة إلى بغداد. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلادها على تواصل مستمر مع الحكومة العراقية لإيصال مخاوفها بشأن وضع الكاردينال ساكو. منزعجون من المضايقات التي تعرض لها الكاردينال ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية، كما نتطلع إلى عودته الأمنة إلى بغداد. إننا على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية بهذا الشأن. نحن قلقون من أن موقع الكاردينال كزعيم محترم للكنيسة يتعرض للهجوم من جهات عدة. المجتمع المسيحي العراقي جزء حيوي من هوية العراق وجزء أساسي من تاريخ العراق الحافل بالتنوع والتسامح.
في ملف الانتخابات، أكدت المفوضية العليا للانتخابات عدم إمكانية إجراء انتخابات إقليم كردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات، مشيرة إلى أنها لم تتسلم لغاية الآن قانون الانتخابات من الإقليم، ما يصعب تحديد موعد إجرائها، بينما اقترحت على رئاسة الإقليم إجراء الانتخابات في 18 من شهر شباط فبراير من العام المقبل أو بعده. وقالت المفوضية في بيان إن مجلس المفوضين تسلم كتابا بشأن انتخابات كردستان، وسيدرج بجلسة المجلس المقبلة لمناقشة مضمونه وآلية العمل والإجراءات الخاصة بالانتخابات التي سيعلن تفاصيلها في حينها. فيما أشارت إلى أن آلية الانتخابات في كردستان مختلفة، إذ بلغ عدد الناخبين أكثر من 3.5 مليون ناخب مشمول بعملية الاقتراع الذي لا يتم عبر البطاقة البيومترية وإنما بسجلات ورقية. وبعد تأكيد المفوضية العليا للانتخابات عدم إمكانية إجراء انتخابات إقليم كردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات، أعلن أحد الأحزاب الكردية إصراره على إجراء انتخابات الإقليم في موعدها المقرر، في حين التزم آخرون الصمت تجاه ذلك القرار. أنهت المفوضيات العليا المستقلة للانتخابات الجدل وأكدت أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمان كردستان تزامنا مع انتخابات مجالس المحافظات، مشيرة إلى أن العملية معقدة وتحتاج إلى وقت من التحضيرات الفنية والإدارية واللوجستية، كما أنها لم تتسلم إلى الآن قانون الانتخابات من الإقليم، ما يصعب تحديد موعد النهائي لإجراء الانتخابات في الوقت الحاضر. تصوري أن رد المفوضية رد سياسي وليس قانوني أو فني، باعتبار أن المفوضية بمقدورها إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات، خاصة وأن محافظات إقليم كردستان لا تكون فيها ولا تجرى فيها انتخابات مجالس المحافظات. لذا أنا أرى أن العذر ليس عذر مقبول من قبل المفوضية. وحدد رئيس إقليم كردستان موعدين لإمكانية إجراء الانتخابات، إما في 18 من شهر تشرين الثاني أو في 18 من شهر كانون الأول من العام 2023 المتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات، داعيا المفوضية والأحزاب الكردستانية إلى الالتزام هذين الموعدين. معلوم بأن في إقليم كردستان أولا السيد رئيس الإقليم حدد يوم 18 أكتوبر انتخابات برلمان كردستان، لكن لدينا مشكلتين أساسية. المشكلة الأولى اللي جرى بأن هو تفعيل المفوضية وبخلافات على شرعية هذا القرار اللي صدر يعني بدون توافق سياسي، ولدينا مشكلة آخر اللي هو قانون الانتخابات نفسه. الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن من جانبه دعمه الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فيما التزم الاتحاد الوطني وحركة التغيير والعدل الإسلامية الصمت حيال الرسالة التي بعثها رئيس الإقليم للمفوضية الاتحادية بالإشراف على انتخابات برلمان الإقليم السادس. رغم تحديد موعدين لها من قبل رئاسة الإقليم لانتخابات برلمانية نيابية كردستانية تزامنا مع انتخابات مجالس المحافظات، فيما لم تعكس الاجتماعات بين الأحزاب الكردية أي اتفاقات مشتركة بشأنها. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. للمزيد ينضم إلينا من بغداد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني جاسم العيساوي. مرحبا بحضرتك سيد جاسم. بداية، ما هو موقفكم كبارتي من قرار المفوضية بخصوص الانتخابات؟ أهلا وسهلا بك سيد الكريم، والسلام عليكم وعلى جمهور قناة الفلوجة الكرام. مرحبا بك. بداية، الحزب الديمقراطي الكردستاني مع المواعيد الدستورية للحكومة الاتحادية ومع قرار مفوضية المستقلة للانتخابات، إلا أنه لا يمكن إجراء المفوضية قالت لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية في إقليم كردستان تزامنا مع انتخابات مجالس المحافظات في الحكومة الاتحادية وفي عموم العراق. هذا يتطلب إلى تأجيل موعد الانتخابات، وهذا مقترح المفوضية أيضا، إلى 18/2 من العام القادم، وهذا ما
يمكن مرجح أن يكون هذا الموعد مستقبلي، لأنه التحضيرات اللوجستية للمفوضية المستقلة للانتخابات في الحكومة الاتحادية هي تكون جاهزة على هذا الموعد، وهي تعرف أيضا تعرف إمكانياتها، ولا يمكن لمفوضية إقليم كردستان إجراء انتخابات إقليم كردستان لكونها لا تمتلك الشرعية، لأن لا يوجد هناك برلمان يقر قانون مفوضية الانتخابات إلا بعد أن يعمل يعملون على إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان. فهذا من الممكن أن تتأجل الانتخابات إلى موعد ثاني. أنتم بنفس الوقت سابقا تمسكتم بالموعد الذي أرسلتموه، وهو الموعد الذي حدده الديمقراطي سابقا، لكن ما رأيناه هو سكوت من قبل بقية الأعضاء، ولعل الاتحاد الوطني هو أولهم طبعا بمعية بقية الأحزاب. فهل هنالك تواصل لرفض أو القبول الموعد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات الاتحادية؟ يعني بالعكس، هناك وفود تفاوضية من الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الأحزاب الأخرى من أجل تحديد موعد محدد حسب متطلبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الحكومة الاتحادية، لأنه لا سبيل للأحزاب الكردية إلا في موعد محدد من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، لأن هذا يتطلب منهم أمور لوجستية، والحكومة الاتحادية هي جاهدة، أقصد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الحكومة المركزية جاهدة على إجراء الانتخابات بشفافية وبنزاهة عالية من أجل ضمان حقوق الشعب الكردي. نعم. يعني بالنهاية ليست لديكم أي اعتراض على تحديد موعد الانتخابات من قبل مفوضية بغداد؟ نحن كنا مصرين على الموعد، لكن الظروف حتمت علينا أن نلتزم بمواعيد المفوضية المستقلة للانتخابات المركزية طبعا، لأنه هذا الأمور اللوجستية نحن خارج إرادة الأحزاب، وذلك طبعا لا يتعلق بالحزب الكردستاني الديمقراطي فقط، يتعلق بجميع الأحزاب، يعني الجميع متفق على ذلك، يتعلق في جميع الأحزاب، يتعلق في جميع الأحزاب الكردية المنضوية تحت يعني المنظومة تحت هذا التحالف الكردستاني. طيب يعني الاتحاد الوطني والتغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني والجيل الجديد وكل هذه الأحزاب ملزمة أن تكون وفق محددات مفوضية المستقلة العليا للانتخابات. هذا ما يتجادلون عليه اثنين، إذا المفوضية موعدها الاستعداد هم ما يقدروا يجرون الانتخابات، لأنه مفوضية أقليم كردستان لا يمكن أن تجري الانتخابات لأنه لا شرعية لها حاليا. شكرا جزيلا إليك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني جاسم العيساوي، كنت معنا. الأخبار مستمرة. اعتبر رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا خارطة عمل واضحة لتنمية العلاقات العراقية الفرنسية في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والثقافة والتعليم وغيرها، مؤكدا اهتمام الحكومة بالتدريب والتسليح والرغبة في التعاون مع الشركات الفرنسية في ذلك الصدد، لا سيما في مجال سلاح الجو ومنظومة الدفاع والتصنيع الحربي. السوداني وخلال استقباله وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو أكد أن التعاون مع فرنسا لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، وإنما يمتد ليشمل مجالات عدة في ظل توفر فرص حقيقية لعقد شراكة معززة للتكامل بين البلدين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي في العراق بالشكل الذي يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات داعش الإرهابية، حيث تشهد هذه المرحلة تناميا كبيرا لقدرات القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها العسكرية. في غضون ذلك تشارك قوات عراقية إلى جانب قوات فرنسية وأمريكية في تدريبات الاتحاد الحازم البحري على سواحل لبنان المطلة على البحر المتوسط، وذلك بالتزامن مع عزم الولايات المتحدة على إرسال مدمرة وطائرات إلى منطقة الخليج. التدريبات والمناورات البحرية التي تشارك فيها 6 دول تهدف إلى تعزيز قدرات القوات البحرية والوحدات المشاركة في التمرين من الأساطيل الحربية الأخرى، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل الخبرات في عمليات الإنزال والمراقبة والسيطرة على المسطح المائي، إضافة إلى مهام الغطس والبحث والإنقاذ وإتلاف الذخائر واعتراض السفن وتفتيشها.
في ملف الطاقة، أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل أن وزارته لم يصلها أي توجيه رسمي بشأن السماح للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني، مشيرا إلى أن منح الولايات المتحدة الموافقة على صرف المستحقات سيسمح بتسديدها للجانب الإيراني بالمال أو بالنفط. يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقع أمس الثلاثاء عفواً جديدا يتيح للعراق سداد تكلفة الكهرباء لإيران عبر إيداع المدفوعات في حسابات مصارف غير عراقية. وأضاف المسؤول وفق ما نقلت رويترز أن الإعفاء يمتد ل 120 يوما، قائلا إن المصارف غير العراقية ستحتاج إلى إذن أمريكي لصرف الأموال التي ستوجه لأغراض إنسانية فقط. في نينوى اشتكى مواطنون في مدينة الموصل من مشكلات توزيع النفط الأبيض الذي أطلق في الصيف لتقليل الزخم الذي يحدث في الشتاء. وأكد المواطنون خلال حديثهم لقناة الفلوجة أنهم يقفون لساعات عديدة في طوابير الانتظار وتحت أشعة الشمس الحارقة، ثم لا يحصلون على حصتهم المقررة من النفط، وطالبوا بتوزيع حصصهم النفطية من خلال الوكلاء كما كان معمولا به سابقا. مضخة ما يمشي هنا، هذا يومين الله وكيل بالحار، البارحة للساعة واحدة أنا هنا باقي، بس قازك هاي يومين الله وكلاني بهالعمر مريض، أقول له أسد جو أتواصل بيهم، روح 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 يدفعون بينا ماكو. المشكلة الخلل من البنزخانات، هسه بالحمدانية صار له أشقى، صار يوم 17 بشهر مو سفرتين جايب بس فقط، أزيد ما جاب. المفروض الحكومي بين يوم يوم يجيب النفط، والبنزخانات الباقية نفس الحالة، هم ما يطلبون من الحكومه حتى يوفرون للعالم. احنا انا الساعه بس الساعه 3 الفجر انا واقف هنا وهاي سيارتي وشوف هاي المضخ كل شيء ماكو. والله معلومه، والله انا مأيس، والله العظيم مأيس. وتدري ايش عندي؟ والله بطاقتين، بطاقه لي وبطاقه لابن اخوي. هاي انا يعني بالله عليك على 200 لتر احنا هالشكل الى متى؟ ما نعرف الى متى. في محافظة الأنبار تفاقمت أزمة الجفاف بشكل كبير بعد دخول مناطق عديدة في خط الأزمة المائية التي تعصف بالمحافظة والعراق بشكل عام. تقريرنا التالي يسلط الضوء على هذه المشكلة. ناقوس الخطر بدأ يقرع في الأنبار، فبعد العنقور والمجر والبعلي الجاسم ومناطق جنوب الرمادي وحي العادل وحي الضباط، ها هي مناطق المفرات شمال الرمادي تدخل على خط الأزمة المائية، والمخاوف من زيادة الخطر في ظل انعدام الحلول حتى الآن. طبعا احنا من منطقة المفرات الثانية اللي خلف السريع نعاني من أزمة شحة المياه. هاي الأزمة شحة المياه هي حاليا احنا نقول عليها دولية، والعراق صار ضحية هذه الأزمة. احنا ما نريد نصير مثل منطقة العنقور صار بها تهجير بسبب قلة المياه. قبل فترة صارت انه اكو حلول لهذه الأزمة، ولكن هاي الحلول ما راح تغذي المنطقة كلها. اليوم عندنا مناطق بالأطراف مدى يوصلها مي نهائيا بسبب قلة الدفع المياه اللي دا يجي من المجمعات. من جانبها اكدت مديرية الموارد المائية ان الوضع المائي في محافظة الأنبار صار مقلقا بعد انخفاض منسوب المياه الى دون الحد الحرج، معلنة مساعيها لوضع خطط للاستفادة من المياه إلى حين وضع اتفاقيات مع دول المنبع وأطلاق المياه إلى الأراضي العراقية. فيما يخص مناطق البفراج وكذلك البعلي الجاسم، هذه المناطق تعاني لا تعاني من نقص في المياه الخام، ولكن تعاني من نقص في إسالات الماء. لا توجد إسالات ماء وإنما قليلة هذه المناطق، وكذلك انتشار المنازل البعيدة عن التجمعات السكانية مما يؤدي إلى مطالبة بعض الأهالي القليلة بإيصال هذه المياه. وتم توجيه دوائر الماء في كل المحافظة ومراكزها بإيصال وإعداد كشوفات خاصة بإطالة ممصات المياه تحسبا لأي طارئ في نقص مناسيب أو تدني مناسيب نهر الفرات في الأيام القادمة. ها هي رقعة الجفاف بدأت تتسع في محافظة الأنبار بدخول مناطق جديدة في مشكلة شح المياه بعد العنقور والمجر جنوب الرمادي، فهل ستتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة للحد من الجفاف قبل خروج مناطق أخرى عن الخدمة المائية؟
من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. الأخبار مستمرة. أعلنت وزارة التجارة استمرار تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في مناطق الكرخ من بغداد العاصمة، بينما دعت المواطنين إلى مراجعة المراكز لغرض تحديث بياناتهم مع جلب مستمسكاتهم الثبوتية. بدورهم أثنى مواطنون على الجهود الاستثنائية التي يبذلها موظفو وزارة التجارة من خلال استمرارهم بالدوام لساعات عديدة لإنجاز عمليات الطبع وتهيئة البيانات وصولا إلى إتمام تحديث البيانات. باشرت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أحد مفاصل وزارة التجارة وبإشراف السيد وزير التجارة المحترم، وضمن البرنامج الحكومي بطبع البطاقة التموينية إلى تحويلها إلى بطاقة إلكترونية. المرحلة هاي اللي تلي مرحلة الطبع هي مرحلة التحديث، يستلم المواطن بطاقة الإلكترونية من الوكيل ويجي إلى المركز، يقوم بجلب مستمسكات العائلة مالته، بطاقاتهم الموحدة، ويبدي يحدث. نشكر هذا المبدأ الجيد للحكومة العراقية، أبدت هذا الأمر، ونشكر الموظفين اللي حال حاضر موجودين في القاعة، فخدمة جيدة 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 لطيفة، ويقدموا تسهيلات للمواطن، وخاصة المعوقين كبير السن يقدمون له مقترح، يقعدونه يمشونه وهم يقومون بباده. نعم السهلة كثير من أحسن من الوراقية، سهل أمور كثيرة من ناحية الاستلام، ما تستلم تتأخر، تبقى موادك، نوعية المادة. أكثر من 25 طعنا مع التلويح بحزمة طعون جديدة حول مواد بالموازنة ستمثل أمام القضاء جعلت من موعد تطبيق القانون مجهولا حتى الآن. التصويت على قانون، على مشروع قانون الموازنة العامة. داخل حقل من الطعون توقف مصير الموازنة، تعليماتها ما زالت رهن ساعة وزارة المالية التي أعادت بعضا من صياغتها تماشيا مع التطورات التي تعرض لها القانون، في وقت لم تتوقف الدعوات للإسراع في تطبيقها وإطلاق التخصيصات بعد انقضاء أكثر من نصف عام والبلاد تسير بلا موازنة مالية واضحة رغم تشريعها. بالتأكيد بعد إقرار الموازنة العامة للتحدي لجمهورية العراق، الآن من الواجب على الوزارات والمحافظات العمل بهذه الموازنة لتقديم الخدمات والمشاريع التي جاءت في المنهاج، وكذلك أيضا في البرنامج الحكومي. أنا أعتقد بل أجزم أنه اليوم الحكومة تطير بجناحين، جناح الوزارات وما تقوم به من تنفيذ هذه المشاريع، والجناح الآخر متمثلا بالمحافظات. أكثر من 25 طعنا مع التلويح بحزمة طعون جديدة حول مواد بالموازنة ستمثل أمام القضاء جعلت من موعد تطبيق القانون مجهولا، في الوقت الذي يرى فيه خبراء أن أمام العراق فرصة تاريخية متمثلة بحجم الأموال والانتعاش الاقتصادي الذي قد لا يتكرر عبر السنوات الخمس المقبلة لتصحيح المسار، ما يتطلب كسر القيود المكبلة لتطبيق الموازنة سريعا. العراق نعم لديه موازنة لثلاث سنوات، هذا حرر سلطة تنفيذية نسبيا من الضغوط، لكن المشكلة هي في التخطيط. ليس للعراق خطة تنموية خمسية ولا يعرف الذي سيفعله، يعني لديه مخططات، لديه أفكار، لديه أحلام حتى أموال، على الدولة أن تكون أكثر استعداد فيما يتعلق بالتخطيط وبتعلق بوضع مشاريع تنموية مستقبلية وبفتح الباب للاستثمارات، يعني يجب إصدار قوانين استثمار جديدة تشجع الرساميل الأجنبية على القدوم للعراق. وبحسب توقعات فإن المحكمة ستصدر قرارها النهائي بشأن الموازنة خلال أسبوعين أو شهر على أكثر تقدير، ولن تتأخر في حسم الدعاوى مع إمكانية المضي بتطبيق بقية المواد مطلع الأسبوع المقبل بما لا يتعارض مع المواد المطعون فيها. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. في إحصائية شبه رسمية وصادمة في الوقت نفسه، سجلت محافظة ديالى أرقاما مخيفة بعملة الأطفال وصلت إلى نحو 5000 طفل عامل بمختلف المجالات. تقريرنا التالي يسلط الضوء على هذا الملف.
معيل لعائلة كاملة وهو لا يتجاوز 10 أعوام، خالد طفل نازح مع أهله منذ العام 2014، يعمل تحت أشعة الشمس اللاهبة لتوفير لقمة العيش. خالد نموذج لمئات الأطفال في بعقوبة ممن يحلمون بطفولة أفضل بعيدا عن هذه الظروف الشاقة. والله عاد سهل عايشين على الله عليا، والله بيتنا مهجر ومطلوبين مال فلوس بيت 200,000، والمحلات تطلبنا، والله عاد هساني قاعد اشتغل هنا يا اروح اعطيه لامي. احصائية شبه رسمية تؤكد تجاوز اعداد الاطفال العاملين في بعقوبة وحدها 1000 طفل و5000 بعموم ديالى، ارقام مرتفعة تضع العراق بحرج دولي بعد اتفاقية حماية الاطفال في العام 1994، وبعد نحو 30 عاما اصبحت اغلب الشوارع تعج بهؤلاء الاطفال، وخصوصا في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ونزوحا قصريا، والتي أيضا تضع العراق بموقف الحرج فيما يتعلق بالتزامه باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها عام 94. كل هذه الأمور نلاحظ هناك حالة من العمالة التي نستطيع أن نعبر عنها بأنها تسول مقنع. ويشير متخصصون إلى ضرورة معالجة البطالة وحالات الفقر، حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل 100,000 شخص، أرقام تؤكد تقصيرا حكوميا اتجاه الشرائح المتوسطة وذات الدخل المحدود التي تضطر لزج أطفالها بالشوارع رغم خطورتها، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الإغماء تحت أشعة الشمس أو ربما تنتهي بحوادث مرورية. اليوم على الحكومة معالجة حالات البطالة التي تجاوزت في ديالى 100,000 شخص، وفي حالة المعالجة بالتأكيد سنقضي على عمالة الأطفال، وهذا يقع على مسؤولية الحكومة والمنظمات المحلية والدولية من خلال العمل على تفعيل القطاعين العام والخاص. ويبقى هؤلاء الأطفال يعيشون حياة معيشية قاسية في ظل تقاعس حكومي لإغلاق ملف النزوح بشكل نهائي وتوفير فرص عمل للعائلات الفقيرة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. وكعادتها فإن محافظة الأنبار تضم طاقات شبابية ومواهب بعضها لم يسلط الضوء عليها وأخرى لا دعم لها لتطويرها. الشاب محمد عدنان من مدينة الفلوجة يجيد مهارات نادرة في الفنون القتالية، يطمح من خلالها بالوصول إلى النجومية. تفاصيل ذلك الشاب في التقرير الآتي. ذاع صيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم عمله المتواضع مع والده في ورشة لصيانة المركبات داخل الحي الصناعي في مدينة الفلوجة. الشاب محمد عدنان الجميلي ذو 22 عاما يجيد مهارات خارقة في الفنون القتالية كالوقوف على السبابة أو محاولته الالتفاف في الهواء، فالاستعراضات التي يقدمها كل يوم أصبحت كفيلة بأن تجذب له الزبائن. مو كل واحد يجي ويقدمها، لازم هي هاي الحركات يعني من أصعب التدريبات بالعالم، يعني مو كل شخص يجي يقدمها، لازم واحد لازم يعني عنده إمكانية. هاي المهارات أنافس بها دول عالمية، يعني هاي المهارات اللي قدمتها أكو بعض الناس ما صدق بهاي المهارات، عباليهم فوتوشوب أو غير شيء كذا. أي فأنا مرات أقدم على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق التيك توك، إنستا. والد هذا الشاب يطمح أن يتحقق حلم ولده بالوصول إلى النجومية، لا سيما أنه يجيد هذه المهارات منذ أن كان في 6 من عمره، ولم يتوانى في تقديم الدعم له من أجل أن يكون مفخرة لمحافظة الأنبار. عندي ابن حمودي يعني شفت عنده مهارات وعنده يعني قدرة يعني يلعب رياضة، ودعمته وشجعته وصل اللي وصل وقاعد يقدم محتوى يعني زين، والعراق كله قاعد يشوفه. يعني أي أب يتمنى لابنه يصير مثل نجيم أو يصعد مثل يمثل منتخب العراق. وتضم مدن الأنبار العديد من المواهب والطاقات الشبابية، عسى أن تحظى بدعم حكومي يسهم في تطويرها. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة.
ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. بداية تعايش وسلام، مراجعة العفو العام تبشر آلاف الأبرياء، والبرلمان يترقب تعديلات الحكومة. فراغ مالي وإداري وتعثر في التعليمات، طعون الموازنة تربك مؤسسات الدولة وتطبيقها مجهول الموعد. واشنطن تعفي العراق من العقوبات الإيرانية لسداد تكلفة الكهرباء، وبغداد تؤكد لم نتلقى بلاغا رسميا. من تشرين إلى شباط، المفوضية تقترح موعدا جديدا لانتخابات كردستان والسبب مجالس المحافظات. وفي ديالى عمالة الأطفال تسجل أرقاما مخيفة، 5000 طفل في سوق العمل بحثا عن لقمة العيش. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجدو تي في أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.